ينضم معنا عبر الهاتف الإعلامي الرياضي فضل الجونة. أهلا وسهلا بك أستاذ فضل في الملعب. حياك الله أستاذ إيمان وحياك الله حيا الله بقناة المارة. أهلا وسهلا بك. بداية دعنا نتحدث على الصالة الرياضية في عدن، كيف جرت عملية الصيانة وكم تقدر التكلفة الإجمالية؟ حياك الله أستاذ. بداية أشكرك شكرا جزيلا قناة المارية على هذا التواصل. مرحبا بك. عن الصالة الرياضية طبعا قبل الحديث معكم عن الصالة الرياضية أحب أن أوضح أن الصالة الرياضية بالشيخ عثمان هي من ضمن المنشآت الرياضية التي تظلت في الحرب. نعم. باب الرياضة مثلا معالي الوزير نايف الفكري إلى الإسراء في إعادة تأهيلها بدعم من صندوق رعاية النشأ وبقيمة إجمالية بحدود 71 مليون ريال يمني، وتركزت عملية التأهيل في المرحلة الأولى في إعادة ترميم المبنى كاملا وكذلك دورات المياه وكهرباء وما شابه ذلك حتى أعيد المبنى كاملا جاهزا وكذلك دخول التيار الكهربائي رسميا للصالة، وتم إنجاز العمل من قبل المقاول وسلمة الصالة حين إلى مكتب الشباب والرياضة بالعاصمة عدن. نعم. بعد أن كان يمارس مهام مكتب الشباب والرياضة في مقر نادي التنس العدني وانتقل مقر المكتب إلى الصالة الرياضية. طبعا الصالة كان العمل فيها تأهيل المبنى كامل بدون الأرضية، وبعد نقل المكتب إلى الصالة قام مدير مكتب الشباب والرياضة حين الأستاذ مهندس نعمان شهر بوجود ذاتية، وتم تجهيز ملعب الطائرة واستلة على الوضعية الطبيعية واستنفت فعلا الأنشطة الرياضية فيها داخل الصالة على الوضع الطبيعي بدون مادة ترتان، وبعد متابعة حثيثة من قبل معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري لتجهيز الأرضية وفرشها بمادة ترتان، فقد جاء دور التأهيل للمرحلة الثانية عبر البرنامج السعودي للتنمية وبتنفيذ المرحلة الثانية. طيب في فرش الأرضية بالترتان وكذلك تركيب أجهزة الإنارة والتكييف. هل تم أستاذ فضل هل تسمعني؟ أيوه. أعتذر عن المقاطعة يعني، بس هل تم الانتهاء من صيانة الصالة الآن؟ الصالة انجزت أوضح لك معلومة بسيطة يعني طبعا وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية في نهاية سبتمبر 2020 نهاية سبتمبر 2020 على أساس أن تكمل المرحلة الثانية عبارة عن فرش الصالة بالتكييف أضافة إلى توفير تجهيز الإنارة مع تكييف وتوفير مولد كهربائي بقوة 400 كيلو طبعا من قبل الجانب السعودي، وعلى أن ينفذ المشروع خلال 55 يوما فقط. نعم. لكن البرنامج السعودي كعادته الفشل لم ينجز المشروع في وقته المحدد وتأخر كثيرا، بدلا من التيارين تحولت إلى 8 شهور، صدق 8 شهور وعطلت الصالة لمدة 8 شهور وللآن وليومنا هذا، ولكن تباقينا من الأخوة في البرنامج السعودي مثلا في أحمد المطري الشيخ صالح أحمد المطري. نعم. أنه عرض تسليم الصالة بحجة إضافة أعمال من الآن في إيش من أعمال إضافة أعمال إضافية. هناك من يتساءل طيب أستاذ فضل لماذا البرنامج السعودي بالتحديد؟ أين دور صندوق النشأ في تمويل هذا المشروع كما أسلفت أن المرحلة الأولى كان تمويله من صندوق النشأ؟ طبعا نفذ من قبل وزارة الشباب والرياضة عبر دعم صندوق النشأ والشباب. نعم. المرحلة لكن المرحلة الثانية البرنامج السعودي الذي للأسف نفذ ولكن رافض تسليم الصالة بحجة أعمال إضافية، يقول مثلا على اساس طلع الصاله ضمومت كامل وتم طلع وتجهيزها كامل من قبل وزاره الشباب الرياضه في المرحله الاولى، لكن اصروا الاخوان في البرنامج السعودي بالذات احمد المدخلي هذا الشخص يريد اعمال اضافيه لا ندري ايش الاسباب برغم ان الصاله جاهزه، وفعلا فرض اعمال اضافيه وتم تنفيذها. لماذا طيب هذه المماطله في افتتاح الصاله ومن المسؤول الاول عنها؟ يعني من يستطيع صندوق النشأ أن يطالب بافتتاح مثل هذه الصالة؟ يعني هل يتحكم بها الآن البرنامج السعودي؟ الجانب السعودي للأسف هو المعرقل افتتاح واستئناف الانشطة في الصالة الرياضية، يعني مماطل في تسليم الصالة الرياضية للأسف. لماذا لا تطالب وزارة الشباب والرياضة ممثلة بصندوق النشأ بافتتاح الصالة؟ الوزارة مثلا بالأستاذ نايف البكري عمل جهد كبير وتابع أكثر وللعلم الصالة الرياضية الآن جاهز
وأندية عدن للأسف تتدرب في تذهب إلى أماكن بعيدة على محافظة لاحق، لأن الصالة تفتح أبوابها لاستقبال الأنشطة والتمارين لبقية الأندية. الصالة هي تحتوي على عدة ألعاب مختلفة مما نعم. داخل الصالة الرياضية نعم. لكن الجانب السعودي رافض تسليم الصالة لا قرض في نفسي عمر لا ندري أيش الأسباب يعني. إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ طيب دائما ما نسمع عن مشاريع يقوم بها البرنامج السعودي في المحافظة ولكن لا نجد شيئا على أرض الواقع، كلها مشاريع وهمية، وإذا أنجز مثل هذه المشاريع وهي مشاريع صيانة يتم التأجيل ويتم التأخير والمماطلة، والمتضرر الأول والأخير هو اللاعب والرياضي في عدن. فعلا أنا معك في هذا الطرح صحيح، أنا كثير من مشاريع البرنامج السعودي نفذت بطريقة طويلة المدى يعني للأسف، والبعض منها كما تقول مشاريع وهمية، تجد أن الدعاية الإعلامية لها أكثر من قيمة وأهمية المشروع. وأنا كثير من المشاريع تعثرت من أمام مشاريع الطرق في عدم نفذت بطريقة غير مناسبة، كثير من العيوب ظهرت وعدم وجود قنوات اسمها الأمطار الأخيرة، عدم وجود قنوات تصريف المياه، وهو تأكيد بأن العمل لم ينفذ حسب المواصفات التي تعرض عليها من حيث الدقة في تنفيذ العمل. نعم، الإعلامي الرياضي فضل الجونة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.